اهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الاهلي، والبداية بالعناوين. الاهلي يعلن عودة غالي لنهاية الموسم. ويقرر قيد الثلاثي نجيب ومحسن وشريف في القائمة الافريقية. وعالمياً أنشيلوتي صلاح مثل ميسي ورونالدو. أهلاً بكم مجدداً وإلى التفاصيل. يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه اليوم في مقر النادي في الجزيرة، والذي بدأ في 3:30 لمناقشة العديد من الأمور. وغاب عن الاجتماع رانيا علواني عضو مجلس الإدارة لارتباطها برئاسة بعثة فريق الغطس بالنادي والمتواجد في هولندا للمشاركة في بطولة هولندا الودية. وللمزيد من التفاصيل ننتقل في بث مباشر من مقر النادي الأهلي في الجزيرة مع مراسل قناة النادي الأهلي محمد سعيد. محمد أهلا بيك، وقول لنا أخبار الاجتماع إيه؟ أهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. هنا بالفعل من امام قاعه اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، والذي يعقد في هذه اللحظات برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وفي حضور ايضا النائب الاستاذ العمري فاروق وامين الصندوق الاستاذ خالد الدرندلي وباقي اعضاء مجلس الاداره. كلهم متواجدون داخل قاعه مجلس الاداره لبحث ومناقشه العديد من الامور الاداريه والانشاءات وامور كثيره جدا تهم قطاع كبير جدا من المهتمين باخبار فريق النادي الاهلي وباخبار اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام. يمكن الاجتماع بدا في حدود الساعه 3:30 عصرا بحضور الجميع، فيما عدا طبعا دكتور رانيا علواني المتواجده حاليا مع فريق الغطس في هولندا، هناك بطوله ومعسكر في هذه اللحظات. لكن بالتالي الاجتماع بدا في حدود الساعه 3:30 مستمر حتى هذه اللحظات ولم ينتهي، وبالتالي المجلس يناقش العديد من القرارات. بدايه اولى القرارات اللي ممكن تناقش في خلال هذا الاجتماع، القرارات التي تخص قطاع كره القدم والقرارات التي اتخذت من خلال لجنه الكره بالنادي الاهلي، وبالتالي اجتماع مجلس الاداره لاعتماد هذه القرارات واعتماد جميع التعاقدات التي تمت خلال الساعات القليله الماضيه، خاصه ان اليوم هو اليوم الاخير لفتره الانتقالات الشتويه في شهر يناير الجاري، وبالتالي المجلس منعقد في هذه اللحظات لاعتماد العديد من القرارات الاداريه الخاصه بقطاع كره القدم والقرارات الفنيه. في ظل اليوم النهارده كان فيه العديد من الاجتماعات، سواء بالتعاقد مع حسام غالي او اجتماع لجنه الكره والكابتن خطيب مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الاهلي والكابتن سند الحفيظ مدير الكره. ده هذا بالنسبه لجزء قطاع كره القدم والجزء الفني بالنسبه لكره القدم في النادي الاهلي. لكن هناك جزء اخر متعلق بالامور الانشائيه والامور الاداريه. نعلم ان خلال الايام القليله الماضيه كان هناك مؤتمر وتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز الخدمات المشروعات بالقوات المسلحه. بالتاكيد مجلس الاداره يعتمد هذا التوقيع وهذا البروتوكول لاعتماد العديد من الامور الانشائيه والامور الاداريه الخاصه بالنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. وايضا هناك بعض القرارات تخص بشكل كبير جدا اعضاء النادي الاهلي وتحديدا كبار السن في مساله التامين الصحي وفي مساله بعض الامور الاجتماعيه الاداريه التي تخص العديد من اعضاء النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. اذا هناك العديد من القرارات والعديد من الامور تخص ايضا كمان الانشاءات والانشاءات المقرر المزمع انشائها خلال الفتره القادمه بالتنسيق مع المدير التنفيذي العميد محمد مرجان. امور ايضا تخص الهيكله الاداريه والمديرين والشكل الخاص بالادارات التنفيذيه خلال الفتره القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. اذا هذا الاجتماع يناقش العديد من الملفات، سواء ملف كره القدم او ملف خاص بالانشاءات وملف خاص بالتامين الصحي والعديد من الامور الاداريه التي تخص قطاع عريض جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الاجتماع مستمر حتى هذه اللحظات، من المقرر خلال الساعه او الساعتين القادمين باذن الله يكون المجلس انتهى من هذا الاجتماع. سنعلم بالتاكيد عقب نهايه هذا الاجتماع من خلال مؤتمر صحفي للاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لمجلس الاداره القرارات النهائيه والقرارات الرسميه التي سيتخذها مجلس الاداره في اجتماعه اليوم المقرر 31 من شهر يناير الجاري، وهو اجتماع شهري بيعقد من خلال مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. هذا هو كل ما لدينا من داخل اجتماع مجلس الاداره واخر التطورات بالنسبه لهذا الاجتماع الذي يعقد في هذه اللحظات داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. اليك الكلمه ايه. محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا. أعلن النادي الأهلي عودة حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى صفوفه مرة أخرى لمدة 6 أشهر بعد إنهاء علاقته بنادي النصر السعودي.
وقال حسام البدري المدير الفني للفريق إن الجهاز الفني وافق على عودة غالي لنهاية الموسم، وكان غالي قد انضم للنصر السعودي مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد، ولكنه توصل لاتفاق ودي مع النادي لإنهاء تعاقده من أجل العودة للأهلي. أكد صلاح محسن الوافد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سعادته بالانتقال لصفوف الفريق وتحقيق حلمه بالدفاع عن قميص النادي الأهلي، وانتظم اللاعب في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء استعدادا لبداية مشواره مع الفريق. وانضم محسن للأهلي لمدة 5 مواسم ليزامل محمد شريف ومحمود الجزار المنضمين في الانتقالات الشتوية الحالية. ونتابع تصريحات الوافدين الجدد من خلال التقرير التالي. الحمد لله، يعني فضلت اتعب واعمل اللي عليا واوصل اللي انا فيه. النادي الاهلي فريق كبير جدا، والنادي الاهلي يطلبني، وانا الحمد لله انا عملت اللي عليا. النادي الاهلي يعني ما اقدرش اوصف رغبتي النادي الاهلي من ساعه ما وعيت على الدنيا. النادي الاهلي هو رغبتي في حياتي يعني، واشكر النادي الاهلي يعني اللي هو واثق فيا والجهاز الفني، واللي انا اقدر اعمل حاجه ان شاء الله لجمهور النادي الاهلي باذن الله. يعني جماهير النادي الاهلي جمهور كبير، ان شاء الله بقى عند حسن ظنهم باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله، واقدر اعمل لهم اي حاجه ان شاء الله عشان باذن الله يعني نحقق بطولات والمزيد من البطولات باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. كان جالي عروض طبعا من بره، والنادي الاهلي فريق كبير زي ما قلت لك في الاول. النادي الاهلي في ساعه ما وعيت على الدنيا رغبت ان انا ان شاء الله العب في النادي الاهلي، ومن النادي الاهلي ان شاء الله اقدر اعمل حاجه ان شاء الله بره، اسافر بره. النادي الاهلي فريق كبير وبيقولوا حاجات طبعا كبيره، وانبي طبعا فريق كبير، وبتمنى لهم التوفيق الفتره ان شاء الله الجايه. واللعبه بتاعت انبي لعبه كبار طبعا، واشكرهم واشكر مجلس اداره نادي انبي، الناس طبعا محترمه جدا، وان شاء الله انا باذن الله اعمل حاجه للنادي الاهلي ان شاء الله في الترجي. طموحاتي ان شاء الله الدوري باذن الله خلاص يعني ان شاء الله، وافريقيا باذن الله تبقى لينا باذن الله الفتره الجايه. المنافسه هتبقى قويه ان شاء الله، بس انا اقدر اللي اعمل ان شاء الله احط نفسي في التشكيله باذن الله واعمل اللي عليا ان شاء الله، وربنا معايا باذن الله الفتره الجايه. رسالتي اللي انا اقول لهم ان شاء الله المزيد من البطولات، انا اقدر اعمل لكم حاجه ان شاء الله، واستكون انتوا دايما على طول مبسوطين. النادي الاهلي على طول بسطكم، مش صلاح محسن بس لما يجي ولا يبسط، الاهلي طبعا فريق كبير. ان شاء الله باذن الله المزيد من البطولات، وان شاء الله بقدم المسؤوليه باذن الله. الحمد لله الواحد مبسوط يعني اللي هو جه النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير واحسن نادي في مصر وافريقيا طبعا، احساس يعني لا يوصف يعني، وان شاء الله بقى على قد المسؤوليه باذن الله. الموضوع خلص الحمد لله في اقل من 24 ساعه يعني، خلصت هاتفيا بين مستر ماجد وتقريبا كابتن خطيب على حد معلوماتي وكده، فالحمد لله يعني اللي خلصت على خير يعني الحمد لله. مش هقدر اقول لك يعني، انت اكيد فرحان جدا بيكلمني بيقول لي تعالى النادي الاهلي، فانا اندهشت الصراحه عشان الموضوع كان خلاص يعني، انا كنت بنسبه كبيره جاي رايح الزمالك خلاص وكده، فلما قال لي النادي الاهلي فطبعا فرحت واتفاجئت بالموضوع، وقالوا لي هم هيخلصوك عن الزمالك وكده، فطبعا جيت خلصت كل حاجه مع النادي يعني. تمام، شكلك اهلاوي انت من صغرك؟ اه طبعا. طب قول لي بعض الدلائل كده لجمهور النادي الاهلي انك كنت اهلاوي، مثلا كان عندك تيشيرت النادي الاهلي وانت صغير؟ في البيت طبعا فيه. اول تيشيرت جبته للنادي الاهلي كان امتى؟ كان 2008 كده. من النجوم اللي مثلا خلوك تبقى اهلاوي او تشجع النادي الاهلي؟ انت لسه ما شاء الله لعيب صغير 21 سنه صح؟ 21. الجيل بتاع ابو تريكه، كابتن ابو تريكه طبعا وكابتن بركات، ده احسن جيل طبعا يعتبر يعني. انا على اللي انا شفتهم كان ده طبعا جيل جامد، فطبعا الواحد كان بيتمتع لما كان بيتفرج عليهم، وبطولات وانجازات، فدول اللي حببوني للكوره طبعا اكيد يعني.
مثلك الاعلى بقى، انت لاعب وسط مهاجم صح، مثلك الاعلى في الحته دي سواء محليا او عالميا؟ انا مثلي اعلى كابتن محمد صلاح طبعا، يعني حاجه شرف لينا كلنا، وده اكتر واحد بحبه. يعني انا هتمرن وهعمل اللي عليا وربنا ان شاء الله يكرم وكده، وانا مش جاي اقعد، انا الحمد لله ما بحبش اقعد، وان شاء الله الملعب اللي هيبين ان شاء الله الاحسن والاحسن يلعب، اهم حاجه مصلحه النادي يعني ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي خطوه كبيره في حياتي الحمد لله خدتها، والواحد مبسوط اللي هو خد الخطوه دي، وان شاء الله ربنا يكرمني واقدر العب ان شاء الله الفتره اللي جايه واشارك وارجع واروح منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. نقله ثانيه خالص طبعا، النادي الاهلي احسن نادي في الوطن العربي في افريقيا كلها، وشرف لاي حد يمثل النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي نادي كبير واي حد يتمنى يلعب فيه. انا النادي الاهلي كان متابعني من اسبوعين كده بالظبط، الكلام كان مع السمسار بتاع كابتن وائل سعيد وعن طريق كابتن حمدي ابو راضي، وظبطوا الدنيا، وكان عندنا ماتش مع اتحاد الشرطه بعدها جيت وخلصت الدنيا كلها هنا. طبعا منافسه جامده جدا، وشرف لي نلعب جنب اي حد من النجوم اللي حضرتك قلت عليهم. ان شاء الله انا هشتغل واجتهد عشان اوصل ان انا احط رجلي في الملعب موجود. كلمني كابتن علاء مهوب قال لي شد حيلك انت لعيب كويس وربنا يكرمك، وعايزك تحط رجلك بسرعه وكده. وكابتن سيد حفيظ برضه اتكلم معايا كويس جدا، وكابتن حسام استقبلني استقبال رائع النهارده، هو والجهاز الفني كله، وقال لي شد حيلك وان شاء الله الدنيا هنسهل لك كل حاجه عشان تبقى موجود معانا. طموحاتي طبعا ان انا ابقى موجود في الملعب والناس تشوفني، وبقول للجماهير انا هبذل قصارى جهد يعني عشان ابقى موجود واثبت لكم ان انا لعيب كويس. حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قيد الثلاثي محمد نجيب وصلاح محسن ومحمد شريف في قائمة الفريق الإفريقية. وأضاف البدري أنه استقر على قيد الثلاثي في القائمة الإفريقية قبل غلق باب القيد في الفترة الأولى مساء اليوم، حتى يتم الاستعانة بهم في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا بدور 32. يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا لخوض مباراة ودية مع نجوم الكرة في السعودية في اعتزال النجم فؤاد أنور. وأدى الفريق اليوم تدريباته ثم توجه للسفارة السعودية للحصول على تأشيرة دخول المملكة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بيك. أهلا بيك يا آية، وأهلا بكل متابعي قناة الأهلي في كل مكان. يا ريت تكلمنا عن تمرين الفريق النهارده والاستعداد لمباراة نجوم الدوري السعودي. طبعا النادي الاهلي استأنف النهارده تدريباته استعدادا للمباراة المهمة المقبلة امام فريق الاتحاد، بغض النظر عن المباراة بتاعة نجوم او المحترفين في الدوري السعودي. فبالتالي التدريبات كانت تدريبات مهمة، لكن شارك فيها اللاعبين اللي هم ما شاركوش خلال مباراة الامس. كل اللاعبين اللي شاركوا خلال مباراة الامس كانوا عندهم راحة النهارده من التدريبات. طبعا التدريبات كانت عباره عن بعض التدريبات البدنيه القويه بالنسبه لهؤلاء اللاعبين، واكيد خصوصا النادي الاهلي بيمر بمرحله مهمه جدا في بطوله الدوري وعقب الفوز المهم جدا على فريق الاسماعيلي بالامس. فبالتالي كان في تركيز واضح جدا سواء عند الجهاز الفني او اللاعبين، والاهم بالنسبه للجهاز الفني هو جاهزيه جميع اللاعبين المتاحين بالنسبه لكابتن حسام البدري خلال الفتره المقبله تحسبا لاحتياجه لاي لاعب منهم. زي ما بنشوف خلال الفترات السابقه النادي الاهلي او كابتن حسام محتاج لميدو جابر في بعض الاوقات واحمد حمودي خلال مباراه الامس. فطبعا ده دافع بالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي ان هم يثبتوا وجودهم خلال المرحله المقبله تحسبا لاحتياج الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون ليهم في اي وقت. طبعا ابرز ملامح المران النهارده هو مشاركه احمد فتحي وعودته للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي بعد طبعا غيابه عن هذه التدريبات بسبب اصابته في العضله الأمامية. أحمد فتحي شارك النهارده بشكل جيد جدا في التدريبات، نفس الحال بالنسبة لكريم نيدفيد، والنهارده أيضا عودته للمشاركة في التدريبات
الجماعيه، وكان يمكن عنده اجهاد في العضله الخلفيه، فبالتالي احمد فتحي وكريم نثبت شاركوا النهارده في التدريبات. في المقابل كان طبعا مروان محسن وحسام عاشور بيأدوا بعض التدريبات التأهيليه، لسه ما شفيوش تماما من الاصابات المختلفه، سواء طبعا حسام عاشور عنده كدمه في الركبه، مروان محسن عنده التواء في الكاحل، لكن هم على وشك ان شاء الله العوده سريعا للتدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده ايضا شارك لاول مره كل من محمود الجزار وصلاح محسن لاعبي النادي الاهلي الجدد واللي انضموا مؤخرا للنادي الاهلي خلال هذه الفتره، فتره انتقالات الشتويه، واكيد نتمنى لهم ان هم يكونوا اضافه بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفترات المختلفه المقبله. ده فيما يخص مران النهارده يا ايه، لكن فيما يخص طبعا السفر بكره ان شاء الله للسعوديه واداء هذه المباراه الوديه بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي الفريق ان شاء الله هيسافر بكره ظهرا، هيتوجه ان شاء الله لمدينه الرياض عشان يأدي هذه المباراه مساء يوم الجمعه ان شاء الله، ويعود مباشره بعد المباراه حتى الان يعني لحد طبعا او هيوصل ان شاء الله على مطار برج العرب عشان يستعد مباشره لمباراه الاتحاد السكندري المقرر ليها ان شاء الله يوم الاحد القادم. كابتن حسام البدري استبعد بعض اللاعبين من المشاركه في هذه المباراه الوديه، واللاعبين هم عبد الله السعيد، جونيور اجاييه، محمد الشناوي، وعمرو السليه، وعلي معلول، ده راحت طبعا اللاعبين دول، وايضا استبعد احمد فتحي وسعد سمير ومروان محسن للاصابه. احمد فتحي خلاص شارك في التدريبات النهارده، لكن ايضا كابتن حسام بدري استبعده. سعد سمير ايضا ما اتكلمناش عن سعد، حالته في تحسن مستمر وان شاء الله يرجع للتدريبات قريب. ايضا استبعد كابتن حسام البدري صلاح محسن طبعا ومحمود الجزار من المشاركه في هذه المباراه، وهيأدوا تدريبات مع الجهاز الفني او احد اعضاء الجهاز الفني اللي هيكون مقيم هنا في القاهره عشان يستعدوا من الناحيه البدنيه ان شاء الله للمباريات الوديه المقبله. بشكل عام يعني الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، وان شاء الله نتمنى النادي الاهلي مصر هذا المشوار الجيد في بطوله الدوري والفوز ان شاء الله على فريق الاتحاد يوم الاحد القادم عشان تكون خطوه اخرى مهمه في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. امير بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لهم كل التوفيق. خاض الثنائي حسام عاشور ومروان محسن لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تأهيل داخل صالة الجم بالنادي على هامش ميران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء بملعب مختار التتشي بالجزيرة، وقام الثنائي بأداء جلسة تأهيل داخل الجم ثم أداء تدريبات الجري حول الملعب، حيث يعاني مروان في جزع من جزع في الكاحل، فيما أصيب عاشور بكدمة في الركبة. انتظم ثنائي وكريم نادفد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم، وشارك فتحي في المران بعد شفائه من إصابة العضلة الأمامية التي أبعدته عن مباراة الإسماعيلي الماضية بالجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز والتي فاز بها الأهلي بهدف دون رد، وجاءت مشاركة نادفد في المران بعد شفائه من الإصابة بإجهاد العضلة الخلفية. حصل النيجيري جونيور أجاييه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم الأربعاء بسبب معاناته من الإجهاد، وخضع أجاييه لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي اليوم، حيث فضل الجهاز الفني منحه راحة من المشاركة في المران، وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 22 بمسابقة الدوري الممتاز. قام
قام أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات الجري حول الملعب على هامش المرام الجماعي للفريق صباح اليوم الأربعاء. واكتفى حمودي بأداء مران الجري حول الملعب والقيام ببعض التدريبات التأهيلية بعد مشاركته أمس في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.